أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. يا شبك أبو بدا الصابك؟ والله ما بعرف، بس حاسس حالي مرضان كتير و ما عم بحسن أتنفس. مرضان كتير ما عم تحسن أتنفس؟ ولي لأم ينفخة، ولك لأم ينفخة، بعدين تجيني أمه بتصير بدها تورته على أساس هو كتير زنقير بتشلحني من صلاتي لأنه هو منتوف ما معه ولا ليرة. لا ولي 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 لا دكتور، لا لازم تجيب لها دكتور، لازم تجيب لها دكتور أبو عبيدة. ما في داعي ما في داعي، بعد شوي إن شاء الله بعد شوي إن شاء الله بصير أحسن. لك لأم تنفخة بعدين. شو؟ قصدي لأمي صار لك شو نخسرك يعني؟ مش عينك أنا والله مش عينك. إيه لا تخافي ما رح يحصل شيء، أنا أي ما أتسطح بغرفتي ما بدي سوار طاول ولا حدا يدخل عندي طاول كمان، فهماني؟ مثل ما بدك خلاص مثل ما بدك، انتبه انتبه لهالفشكال. بالعافية إن شاء الله. قولك قلنا له نجيب لك دكتور ما بدوش نعمل له يعني. لحظة هلا عم شوف الفيديو ما روح حتى لايك، انا شفتكم كوتر ها قمت ورجعت شفتكم لانه حطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس. نص ساعه 300,000 وأريضة بقى اي ما اشوف ابو ينفخه والله بنفخه. يا 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 لا اله الا الله ورحمة شوية شو قلت انا يا رجال ما اتفخرنا خدك على دكتور ولا نجيب لك دكتور كلك حصل لي الله مرضت اكثر. ايش بدنا نعمل هلا؟ ايش اعمل انا يا ربي دخيلها هيك لك هالحاله مستحيل تحسن تروح على دكتور اصلا. ايش اعمل؟ لا بدي اروح ولا بدي اجي على مكان نوب ليش انا اقدر امشي. ما حدا بقرب علي من نوب هذا بضربشكم كلياتكم بقلب بعض. اسعي هيك اسعي شلون يعني ما حدا يقرب عليك؟ بروق انت بروق انا بحلك موضوع تاكل هم. عباده تعال هون قولك يا بطيخ يا زفت تعال هون ابوك مرضان. قولك انا بصرخ له ما برد علي. انا عم بصرخ له ما برد علي. ما شاء الله كان ما شاء الله كان نايم عم تسلب علي مو على اساس مالي خبر. قوم يلي ما عندك جنس الضمير والذوق قوم انزل جيب ابوك دكتور يلا. قولك يا عبد الصرامي لا ترد انا بعرف شو اخليك ترد. قمت 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 ما بتجوا غيب العين الحمراء بسرعة بسرعة يلا. طيب اتصلوا بشي دكتور خليه يجي لهون يعني لازم انا انزل اجيبه بايدي. صح لقطة اجت على اجريها مالي غيره. ابزيك حبيب ملايين مالي غيرك هلا مباشرة بدي اياك تدبر لي دكتور كويس شاطر تجيب لي اياه وتجي لعندي بسرعه. اوف ليش؟ بس صوتك مو صوت واحد مرضان، ليش بدك الدكتور لك؟ ولك مو انا ابوي مرضان يا فهمان، بدي اياك تجيب لي دكتور بسرعه وتجي، فهمان مني بسرعه. ها لابوك، على فكره ابوك حظه كثير كويس، تحت عنا ببنايه الطابق اللي تحتي فتح دكتور وعم بقول هالدكتور كثير شاطر وكويس. نازل لعنده تحت مباشره شي حطك كامل من بيجبته جايب لك اياه عندك فورا. ايه يلا بسرعه بسرعه. يلا سلام. سلام. وهي الدكتور جاي. الدكتور جاي على الطريق لعند حدا يفيقني. ونس بيك ايوه وانت معايا. يلا. يلا مين؟ يلا. يلا مين؟ لو سمحتي. هون بيت ابو عباده؟ ايه دكتور هون هون تفضل 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 بس يا ريت تخبريني وينه هالله؟ الغرفة الأولى دكتور الغرفة الأولى مباشرة الحين ما مشعور الضوء بس بسرعة الله يسترك بسيطة بسيطة لا تكفي هم كلياته هلا رح يبان لا تكفي هم. وين موجود؟ بهي الغرفة؟ اها اها ليكو وضعه تمام. أنت الدكتور اللي بده يفحصني؟ لا أنا رفيقه الدكتور لسه ما إجا. منبلش بالفحص بسرعة يلا.
بسيطة بسيطة. سلامتك يا حجوج والله. قولي لي اشوف بشو حاسس هلا؟ والله نفسي مع بحسن باخده وعباس عون وعبدوخ كتير. بس تكمل، لا تكمل، انا عارف التحالي. انت هلا مباشرة بتعمل التحاليل، كتبت لك اياهم انا هلا وبتجيب لي اياهم باسرع وقت، عرفان علي؟ خير دكتور، رعبتني. هو الموضوع كان هذا كبير يعني؟ لا 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 تخاف، لا تخاف منوب. انت راح تعيش. ولك ايه؟ راح تعيش تعيش، ما راح تموت. كتبت لك انا هلا تحاليل راح يخلوك تضل عايش. بس اوعك تطلع لبرا، فهم انا عايش؟ اوعك انت الحقني لبرا بسرعه بسرعه. نعم دكتور، خوفتنا. بابا شو صاير معه؟ شو صاير مع بابا؟ شو صاير مع بابا؟ سؤال حلو. شوف يا ابني، انا شاكك انه ابوك صاير معه. قرب قرب قرب، انا شاكك انه ابوك صاير معه كوكو. فهمان علي ايش معناتها كوكو؟ كوكو ايش كوكو؟ ما كوكو دكتور عتمسخر انت يعني؟ صاير مخرق شيء ايش مع دكتور؟ خلاص ولك، انت عم تحكي مع دكتور، بتحكي بطريقه احسن من هي. فهمان اسمع، ابوك لازم يعمل التحقيق اللي بتقول عليها بسرعه ويجيب لي اياها باسرع وقت، والا رح اضطر اني احملكم المسؤوليه كامله وانت رح تشيل المسؤوليه كلياتها. بالاضافه لذلك ابوك لازم ينعزل عن العيله كلياتها، يعني كلياتكم لازم تنعزلوا عن بعض، ما تقربوا على بعض غير بالكمامات. هي الراتشيتا بتجيب فيها الادويه للعيله كلياتكم، وهي الراتشيتا فيك تجيب له اياها أدوية كلياته لأبوك الله يرحمه. ولك ابني أنا شايف حالي تحسنت وما عاد فيني شي طاول، يعني مشان شو هالتحاليل والأدوية اللي ما لها طعمة وزيادة مصاريف بس على الفاضي؟ أنت تدخل ارتاح، تدخل ارتاح أنت، لوقت ما أعطي أنا هدول لأمي وأجي. تدخل أنت هون؟ ممتاز، شوفي هذا الكيس الكتير إلنا، وهذا كيس قليل لأبوي. هذول كلها لازم ناخذهم نحن بانتظام، وهذول لأبوي، ولازم نتعامل مع أبوي عن بعد مع الكمامات، فهمان علي؟ مع الكمامة ممنوع حدا يقرب عليه طوال، ما عرفش الكمامة، فهمتي علي؟ تفضلي. إيه هات ولك، فهماني فهماني، بخشت راسي. أصلا إخواتك كلها تبع بعضهم بالنا هون زي عم بجدك، يعني ما في غير أنا وأنت. نشط هيك من وجهي، خلي أبوك يتسطح، أتخذ محل ما كنت متسطح أنت. أسع من وجهي أسع. عبادة يا عبادة يا بطل. اخ دخيلكم اخ، شكيتك لواحد واحد. عبادة عبادة. الله نعم امي، شبيك شبيك؟ طول بالك طول بالك، ليش معصب؟ طول بالك، تعالوا لعبة بنت برد يا صحيح حتى ترد علي بسرعة. شيل الاكل اعطيه لابوك، دخله يا دخله الدواء كمان. يلا شو عم تضحي فيني؟ وانا مبالي لابس الاتكال ليش عم تضحي بحالك؟ عم تضحي فيني؟ عم تضحي بولد من ولادي بتحطيني هنيك؟ لك انت شو بدي اسالك سؤال، اسالك سؤال جاوبيني عليه بكل صراحه. اذا انت نفسك كده لابسه شائش لكن خايفه من العين يعني؟ لا مو مشان العين، انا هلا رايحه اقول لك مشان ايش. اول شيء مشان الحسد، وهي مشان ما تطول لسانك، وهي مشان تسيب الادم تعرف شلون تحكي مع امك. بس 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 الدرت منين جبتي؟ انت حتى بجوبك معك زياده بس عارف الدرت منين جبتي. خلص خلص رايح ادخله الاكل، رايح ادخله الاكل. شيرون على السوا يلا من الارض، دخله له دخل الدواء كمان. يلا ماشي ماشي ماشي. صباح الخير حجي، اجاك الاكل؟ ولك اين صباح واين خير، صارت الدنيا عشاء بعدين هذا فطور ولا غدا ولا عشاء، مهم هذا اترك كل شيء من ايدك، حط الصينيه عندك هون وحط الدواء وتاخذ التحاليل مباشره، بتروح عند الدكتور خليه يشوفهم. مشغول باي كثير يعني، بدي اعرف ايش صار بالاخير. خذ التحاليل وروح عند الدكتور بسرعه. ولك ساعه ترد ساعه ترد. المهم انا جيت على بنايه الدكتور، بس ما قلت لي انت انو طالع كان انا جبت التحاليل بدي افرجيه اياهم. لا 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 انت اطلع انت اطلع، انا بنزل تحت عندك بدلك عليه مباشره، بس انت طمني
ابوك صار منيح؟ ايه منيح ابوي، بس ليش عم تسأل؟ اشي ليش؟ ممتاز، يعني لساته عايش. ما اليوم الحكومة اجت ألقت القبض على هذا الدكتور اللي تحتنا، ولك ايه طلع ماله دكتور؟ طلع مختل عقليا، منتحر صفة دكتور، وهربان من مشفى المجانين، صار لهم 6 شهور عم دوروا عليه.